خاصو هو كيما قال عزيز ادم باقي خضر شويه فهمتي خويا. انا قلت لك واحد مهدي شوف قلت له باه يهضر يعبر هضرته. انا قلت له مهدي زعبول قلت له هذاك ما خصوش يتكوتشا من مهدي زعبول ساغين هذاك يمشي يخلص جورج فارح راه عنده الدولار كيدخل الدولار والاورو يمشي يخدم مع جورج الله يسهل عليه الله يعفو عليه اللي تيدير شي حاجه الله يعفو عليه فهمتي سمعتي اللي تيدير شي حاجه الله يعفو عليه غير انسان بغيت نهضر خاطر نهضر لا ولكن باش تعاير عباد الله اسمح لي ما تعايرش عباد الله اخويا كما انا ما لحقش كما انا فتاك كما انا ما كيتخدمش الشرف واحد 120 درهم ولا شنو راه كلشي خدام اصاحبي راه السي موتى هو خدام كلشي خدام الدراري كلهم عبدو خدام خدام اصاحبي كيضرب الخدمه اصاحبي كيصور طوال بارك ماشي تسنى واحد الحاجه باش تجيك فاتور عمرها ما غادي ودابا جيريمي تكليف فيكتور دابا الفورمة حتى ماليها شوف دابا الفورمة حتى واش تيكون عرفوا شوف تيكون عرفوا زعبول كون عرفوا زعبول راه ولا معارضة كون راه عاودنا اللايف شوف انا ما بغيتش ندخل في هذا الشيء راه بني انت قبل ما دير البطولة انت كنهضر معايا هذا قال لي جيتو طالع صيفط لي واحد اللايف قال لي مع شكون صيفط لي ستري لايف غير ندخل من الكونت ديال ميكاجي ديال لاصاك سعد شوف سعد ديال جو برو تنقول له كلمه ديال الحق داك السيد رجوله كيتعامل مع الدراري بالرجوله خدام بيزنس غادي نربح معاك تبارك الله غتوسخ لي السمعه ديالي ما عندي ما ندير به نكونوا واضحين. شوف هادشي ديال السبونسر خاصو يكون عندك الانستغرام طالع تدخل تعرف كيف تهضر تعرف بزاف ديال الحوايج. شوف شوف اخر رزاقي عبدو واخا يكون انت في السوشيال ميديا ما كتدخلش الفلوس ولكن كتعطي ايماج كتطلع الصوره ديال داك الشركه راه كافي راه كافي. انا بحال كمان دابا راه يحيد من جول برو راه اي واحد بغى راه داك الطريق هنا داك بروتين هاوس هنا تيكون مصبط عليه خويا. شوف كمال كمال سمع كمال جهز لي بيتي جهز لي بيتي كمال فرمسيا سعد سعد مول جو برو خونا وكيتعاون معانا وديما واجد معانا في المهم صافي هذا هو اللي كاين. رزاق خويا حتى انت وكتوقف معك من النهار بدي سي كامل سي عبد شوف 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 انا ماشي بعداك ماشي عفوا الدراري انا ماشي مجموعين على الطماع ولا مجموعين باش نستافد منك رايح وكان في هذه الرياضه هذه انا خاصني كافي انت راه تضعفني واخا مهدي مزيان الطريقه اللي تيعطوني ما خصني التاخير بخير وعلى خير اربعه ديال اللي صار في مراكش على شي واحد من جوج الطريقه ترى بحال خويا بحال ولدي ما خصني التاخير ما غاديش ريل سكواد يحتاج حتى شي واحد فهمتي حنا ما فيناش هذاك نقول ليه لا علاش مشيتي هنا ولا مشيتي مع هذا ما فيناش هادشي كتب على راسه الله يسهل عليه. واش ريل سكواد ولا ماشي سكواد؟ ريل سكواد على بالو بغى ماشي الله يسهل بغى ويلكم حنا ندفعوا. الله يعافيك. المهم شوف غنقول لكم انا واحد القضيه باش نختموا هذا الشيء هذا نضحكوا شويه ونمشوا بحالنا. انا خويا راه غادي نوض نوج في الجامع ماشي في الكنيسه. واه حنا تنصلوا تنصلوا الجامع. انا كنمشي نصلي الفجر في الجامع وكان عبد الله واسم الله عندنا اسم جلاله ومعظم. عبدو واحد تما الله راه يلا الدراري شوف
تحياتي. اسمع من الاخطاء نتعلم، وانا غادي نقول لك واحد القضيه خاي مهدي غادي ديرها انت مزيان حلقه في ودنيك ومن هذا المنبر وفي هذا الالف وكذا ديال الرجال اللي كيتفرجوا فينا، راه وكلناهم وشربناهم ونعسناهم في ديورنا بالشهر والشهرين، وهذا هذا يا هذا حضر له التاريخ ديال 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 السوشيال ميديا وشافوا عاجز وشتي انت وشافوا الناس ميامات الفيسبوك، وراه ما دابا دابا حيدوا لنا كاع ابوني هاي ها حيت بدلوا مدرب، راه ما عندناش حنايا ما عندناش هذيك العقول الراقيه اللي كتخلي العلاقه طيبه. حنا المغاربه راه كنعرفوا نتلاقاو ما كنعرفوش نتفارقوا، كنعرفوا نتلاقاو مي ما كنعرفوش نتفارقوا، راه كنعاودها ونتحدى مول المخير. وشوف ورا المخير عندي انا عندي عندي السليبات ديال ديال مو انا في الدماغ، هذا راه اللي دواء اللي دواء يتشوى، عندي سكرينات عندي داكشي ديال الدريات اللي كيديروا هما كامل عندي، وراك شتي بعينيك اخاي المهدي راه ماشي راك شتي من 2015 ومن 2012 ومن ورا اسماء اللي هي لا اله الا الله ودرنا فيهم الخير اخاي رزيقي، وكلناهم شربناهم نعسناهم جاتنا عليهم النفس سبينا مع الناس عليهم ديمارينا طوموبيلاتنا ومشينا نضربوا الناس عليهم، ودابا حاليا فينا هما؟ راه لا نبالي بالحوتاله. شوف راه اخويا غادي نقول لك واحد القضيه، الفضلات ملي كتدخل الطواليط وكتحطهم ما عليك انها تخوي عليهم طيسطل ديال الماء سير في المجرى. شوف لا درتي شي حاجه عمرك لا درتي شي حاجه مع شي واحد تديرها في سبيل الله. هذا ما كان خير رزيق، راه حنا كاع ما كنشوف والله يا خير رزيقي. لا اسمعني خير رزيقي، شوف اسمع اخي عبد الرزاق، اسمع اسمع اخويا كيما تنقول لك كما تنقول انا شي واحد دار على صحابي اللي انايا اللي ما نفهموش ما نصدقش ما نقولش انا اللي خاطئ باش يكون هو لكن انا خاطئ وتخاصمت معاه تيبقى فيا الحال، ولا كان هو خاطئ وقلب وجهه كيبقاش فيا الحال فهمتي؟ لا عادي شوف اشوف راه ناقص واحد ناقص مشكله، غير كنقول لك انا خي عبد الرزاق كنقول لك هاد الناس وهاد الشريحه ديال الناس بين قوسين ديال الذكور ماشي الرجال لان هادو غير مذكر باش يوصل الرجوله بعيده عليه، هادو كنبغي نقول لك ان انا عمري هضرت عليهم وما عمري نهضر عليهم، ولكن راه نهار يبغي يهز الراس شي واحد نعطي لمو سنايبر لهنا نفرقعو ما كاينش اللعب. انت لا جبدك بالشر انت دوز فيه الخير عبدو فين هذيك الماكينه انت انت اللعبه اللي شريت هاي هاي فين هاي حدايا هاي والله الا هي شوفوا الدراري شوفوا شوفوا اللي جبدها هاي حدايا شوف هذه ديال الريانيماسيون هذه ديال بنادم اللي كي ملي كتجي بحال الموت كديرها لمو قلبو هنايا باش كيفاه يتزعزع اللعبه ديال راس العام ديالي هذيك لعب بها كتزعزع بنادم عبدو راه ميطار كدير ذاك الالكتروشوك باش تردو للحياه. المهم الخوت اللي كانوا حاضرين معنا رجال كاملين صحاب لي كومونتير الزينه جويوش الرجوله خويا الرزيقي كمال ايت مهدي عزيز تحياتي خويا راكم في القلب تحياتي السلام عليكم. هذا اللايف هذا اللايف هذا زوين وخطير بزاف خاصو يبقى عندك في الانستغرام. لا 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 سجل سجل يا تاريخ سجل يا تاريخ عواش مبروك الدراري واه يا عزيز لا خويا لا الوجه التاريخ يا خويا ما يصلحش الله اخي شكرا بزاف اخويا وسمح لنا خويا بالعكس الشرف لي نطلع معكم نكون معكم بالعكس انا طلعت معاك باش نشكرك على داكشي اللي درتي معانا وشنو كدير معانا بالعكس والطالوق يعني الترابي كلشي فاش ما جاك بنادم وحنا راه خويا وباقي نخدموا مجموعين ان شاء الله اللي كاين اخويا والو بارك الله عليك خويا بسلام شي واحد هو اللي غادي فهمتي راك عارف داكشي اللي كاين الله يسهل عليك اخويا تبارك الله عليك احنا جيش وراك هذاك الشريك الله يسهلك خويا عزيز بسلام يلاه الخوت سلام.